لنتعرف أكثر ليا على مرض السكري وطرق علاجه، بصرنا نرحب بأخصائي الأمراض الغدد والسكري الدكتور أسد إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين. صباح الخير صباح دكتور أسد. بالبداية خلينا نتعرف أكثر بالشكل العلمي والمصطلحات العلمية لمرض السكري. طبعا الداء السكري بالعموم أو بالتعريف هو فرط سكر الدم، طبعا هو المرض الاستقلابي الأكثر شيوعا بالعالم. تشخيصه حسب تعريف منظمة الصحة العالمية أنه فرط سكر الدم، سكر الدم على الريق أو سكر الدم الصباحي أكثر من 126 ميلي جرام على الديسلتر، أو سكر دم عشوائي بأي لحظة يعني بعد الوجبة أكثر من 200 ميلي جرام بالديسلتر. طبعا هذا بالتعريف مجرد وجود فرط سكر دم صباحي او عشوائي بشخصنا الداء السكري بالعموم. اما داء السكري نفسه له انواع، في داء السكري الكهلي نحن بنسميه اللي بنشوفه باعمار متقدمه واللي بيرتبط كثير بالبدانه، وفي داء السكري اللي عند الاطفال اللي بنشوفه باعمار تحت ال 20 سنه، طبعا في داء السكري الحملي ايضا. بالنسبه للاعراض اللي ممكن يجي فيها الطفل او الشخص المصاب بالداء السكري، فبتتراوح انه بيصير الطفل او الكبير يشرب مي كثير، بنسميها علميا البوال. بينشف ريقه دكتور كثير. تمام، هي نتيجه فرط سكر الدم، ارتفاع قيم سكر الدم، بيضطر الطفل انه يبول كثير، بنسميها البوال. فهذا الشيء بيجبره نتيجة نقص السوائل انه يشرب سوائل بنسميها السهاف، بضل عطشان كثير. هذا الشيء ايضا بيفقد هو الطاقة او الحريرات، فبيؤدي للتعب خلال النهار ونقص الوزن. هي بشكل مختصر الاعراض اللي ممكن يراجعنا فيها الشخص المصاب بالداء السكري. نعم دكتور. طيب هل في اسباب معينه او حالات معينه بتؤدي لانه الشخص انصاب بمرض السكري؟ يعني نحن بنسمع انه يعني زمان بيقولوا انه مثلا اللي بخوفه كثير مثلا ممكن تصير سكري، هل صح هي القصص؟ لا، هلا بشكل عام كاسباب نحن لازم دائما نميز بين نمطي الداء السكري، النمط الاول والنمط الثاني. هلا النمط الثاني له اساس وراثي، النمط الثاني او الكهلي نحن بنسميه اللي بنشوفه بعد الأربعين معظم الحالات عند اشخاص بدينين، وغالبا في قصه عائليه ايجابيه بتلاقي انه معظم العائله بعد الأربعين بصير يتطور عندهم الداء السكري. هذا اليته مختلفه، اليته هي مقاومه على عمل الانسولين، يعني البنكرياس سليمه عنده فهي مقاومه على عمل الانسولين. النمط الاول اللي بنشوفه تحت العشرين سنه او السكري النمط الاول، هذا اليته غير مفهومه بشكل كامل. في عنا استعداد عائلي بس ما هو مرض وراثي ولا يورث، في عنا استعداد عائلي، في عنا البيئة بتلعب دور، اتهمت أحيانا اللقاحات، التغذية الباكرة، كل هالأمور هي متهمة. هلا موضوع أنه بيجينا أهالي كتير أنه أكل رعبي صار معه السكر، لا، هذا الشيء في شيء اسمه سكر الشدي بس هذا عابر، فرط سكر دم أثناء الشدة الستريس بس هذا عابر. اما الشدة ممكن تخلينا نكشف الخلل الموجود، هذا الخلل موجود عند الطفل او عند الشخص، انما كان بظروف حياة مثالية ملائم، لما صار فيها ستريس شدة سواء انتان او شدة نفسية او اي شيء ثاني، جسمه تطلب كميات اكبر من الانسولين، البنكرياس ما طاوعت لانه فيها خلل فكشفنا الخلل. يعني هي وسيلة لكشف الخلل وليست سبب للخلل. نعم. الموجود. نعم دكتور، خلينا شوي ننتقل للعلاج. بيقولوا علاج داء سكري الأطفال يمكن من أصعب العلاجات. طبعا. على الإطلاق. طبعا. خلينا نحكي عن العلاجات عن الأطفال من أي عمر، يمكن بيسوى ولا ما بيسوى؟ طبعا بالنسبة للعلاج حسب النمط مثل ما حكينا. إذا أخذنا نحن ببساطة النمط الثاني أو الكهلي، هو العلاج بيخلي عند الأطفال أو إذا شخصنا النمط الأول، طبعا سواء منذ الولادة حتى عمر تقريبا العشرين سنة شخصنا النمط الأول، فالعلاج الوحيد للداء السكري هو الأنسولين. لا توجد أي علاجات أخرى للداء السكري النمط الأول غير الأنسولين. في كتير أحيانا بصعوبة نحن ببداية التشخيص، في أهالي عندهم قناعة أو بيسألوا إذا حطينا على أنسولين إنه ما عاد نقدر نوقف له إياه، فبيخافوا بيترددوا، لأنه نحن إذا ما عالجنا الطفل رح يدخل بانكسار معاوضة ويفوت بحالة إسعافية على المشفى بحالة الحماض الخلوني السكري، وهي حالة مهددة للحياة. فالعلاج نحن دائما إذا أكدنا التشخيص بارتفاع سكر الدم، العلاج الوحيد سواء المعترف فيه عالميا وبكل دول العالم هو الأنسولين. والأنسولين الطريق الوحيد الذي يعطى فيه هو تحت الجلد، يعني بيطو طبعا بأنظمة علاج مختلفة، عدد الجرعات هي نحن بدنا نناقشها مع الأهل، إنما يعطى تحت الجلد إلا بالحالات الإسعافية يعطى وريدي. طبعا نحن دائما أسس العلاج الدوائي مع التثقيف، لأنه كمان جزء هام جدا
ومن هون اجت اهميه اليوم العالمي للسكري بهذا الموضوع، لانه لازم نثقف الاهل، لازم نثقف اذا كان الطفل مثلا مصاب مع العائله عن الداء السكري، عن الرياضات، الجهد الممكن بالمدرسه، كيف بدنا ندخل النظام العلاجي لحياته، ما انه نفرض عليه نظام علاجي ما بيتلائم مع مثلا دوامه بالمدرسه، مع انه الام موظفه. كل هالامور هي يعني بتحتاج لجلسات متعدده من فريق متخصص مع الاهل. نعم. طب خلينا نحكي دكتور، اكيد في ارشادات وخطوات لازم يتبعها المريض المصاب بداء السكري. طبعا. شو هي الارشادات اللي بيعطوا اياها؟ شو الممنوع وشو المسموح لمرضى السكري؟ هلا بالنسبه للقواعد الغذائيه، نحن خاصه عند الاطفال بنتجنب كلمه الحميه، لانه الحميه دائما نفسيا بترتبط بتعبير انه في كثير شغلات ممنوعه. لا، نحن بنقول لهم في نظام غذائي صحي للداء السكري، وبنكتشف الاهل بعدين بيكتشفوا انه حتى النظام الغذائي الملائم للطفل او الشخص المصاب بالداء السكري هو نظام صحي للاخرين، ما هو انه ما فيها التقييدات الكثير المعقده. فهو نفس الهرم الغذائي، يعني لازم ياخذ سكريات الطفل، كربوهيدرات بما يعادل تقريبا نصف الوجبه، لازم ياخذ الدسم بما يعادل تقريبا 35% من الاجمالي، والبروتينات. بس نحن بندقق على نوعيه الكربوهيدرات، فمثلا بنتجنب السكاكر السريعه اللي امتصاصها سريع بتؤدي لارتفاعات مفاجئه بالسكر، وبنعطي السكاكر المعقده اللي امتصاصها بطيء وممكن تمضي الطفل بمعدل تقريبا 24 ساعة. دكتور، في كثير طبعا سيدات بنعرفهم بياكلوا كثير حلو مصابين بالسكري، يعني بياكلوا حلو زيادة عن اللزوم، بيقولوا لك هلا بناخذ حبة سكري، فصح هذا الموضوع؟ لا لا، طبعا النظام الغذائي نظام الحمية الصحية أو النظام الغذائي الصحي لازم يكون فيه استمرارية، يدخل مثل ما حكينا يصير ثقافي يومي للاهل وللطفل او للكبار. هلا في احيانا حتى بنشوفها احيانا في مرضى بيتحايلوا انه يقول لك باخذ جرعه انسولين زياده بينزل سكري، بضطر اكل حلو. هي امور شاذه طبعا، هي احتيال خلينا نقول. اما هي لازم نلتزم بنظام غذائي صحي طول العمر مناسب. شيء ثاني كمان في عندنا التزام بمواعيد، نحن الطفل الموضوع او الشخص الموضوع على الانسولين اكثر شيء بنلتزم بمواعيد الوجبات، لانه ما عندنا بنكرياس انه امتى ما اكل تفرز. نحن عم نعطي مثلا ثلاث جرعات، بدنا نأقلم خلينا نقول وجباته على هي ثلاث وجبات، ما في ياكل امتى ما بده. فالاكثر شيء بيزعج المرضى هو التقييد او المواعيد تقريبا شبه الثابته بالوجبات اكثر من انه نوعيه الاكل بحد ذاتها. نعم دكتور، في كثير اخطاء شائعه تمارس بالحياه اليوميه وخاصه للمريضين بالامراض المزمنه، مثلا بينزلوا على مواقع التواصل الاجتماعي انه هي العشبه كثير منيحه بدل الانسولين، وحضرتك هلا ذكرت انه الانسولين هو قطعا هو العلاج الوحيد. يعني اكيد بتتعرض طبعاً لمثل طبعاً هيك مرضى، خلينا نحكي يمكن عن الاعشاب ولا اي شيء بينزل على الفيسبوك او على انستغرام او على اي موقع تواصل اجتماعي، قد ايه صح انه صح هذا الشيء او خطا؟ طبعا بنتعرض كثير بالممارسه العمليه لهيك تساؤلات سواء من الاهل، احيانا بيقول لك شفنا على الشاشه الفلانيه انه علاج شافي للداء السكري، شفنا انه مثلا البصل المغلي احد القناعات عندهم يشفي من الداء السكري. في حتى احيانا درجه موضوع، في شيء ما بعرف كان درج لفتره هو موضوع العلاج المغناطيسي كان ما بعرف، في احيانا امور تدخل بمجال الاحتيال اكثر. صح. نحن دائما بالتعامل مع الاعشاب او اي شيء غذائي ما هو مستحضر دوائي، ما في مشكله اذا اخذه، بس نحن ما بنوقف الانسولين. يعني نحن العلاج الاساسي الانسولين، اي ايقاف للانسولين بيعرضنا للدخول ممكن بحماض استقلابي وهي حاله مهدده للحياه. اما التجربه لا، ممكن بيقول لك احيانا الاهل نفسهم بيصير عندهم خبره بعد فتره، بيقول لك مثلا انا الاكله الفلانيه عم ترفع السكر لابني. فهو بيصير نفسه يحددها. هي اجسام طبعًا اصلا، يعني طبعًا ما فيك انت تجزم كل شيء. طبعا نحن دائما بنقول نحن عم نعالج شخص مصاب بالسكري، ما عم نعالج الداء السكري عند شخص، يعني ما في قواعد ثابته، كل طفل يحتاج او شخص يحتاج الى علاج او جرعه تختلف حسب نشاطه، حسب معدل استقلاب جسمه هو، وحسب نوعيه الاكل الطعام. فهذا الشيء نحن دائما بنشجع انه عدم ايقاف الانسولين، او بنحذر من هذا الشيء انه ما بيصير نوقف الانسولين باي حال من الاحوال. اي تجريب لعلاجات سواء اعشاب او تغذيه او حميه معينه مع الانسولين ما عندنا مشكله بهذا الموضوع. دكتور، يمكن كنا عم نحكي عن سكري الشباب والاطفال، وفي منه عم يضرب بعض الحواس مثل النظر او حواس ثانيه، خلينا نحكي
امتى بيضرب ال انه امتى بيصير هذا الموضوع؟ هلا بالنسبه للسكري بشكل عام سواء النمط الاول او النمط الثاني في عندنا اختلاطات حاده يعني اسعافي مثل ما حكينا الحماض السكري ونقص السكر، نقص سكر الدم كمان حالة إسعافية كثير نحن بننبه الأهل إنه ينتبهوا عليها. خاصة بيقولوا إذا انجرح حدا يمكن كمان ما تمام، هلا إذا كان أخذ مثلا جرعة أنسولين وما أكله الطفل بينزل سكره، طبعاً بتظهر عليه الأعراض اللي نحن بنعرفها التعب، الصداع، ممكن توصل لفقدان الوعي والاختلاج. هلا هي الاختلاطات الحادة نحن بنتجنبها بالمراقبة اليومية، في عندنا الاختلاطات بعيدة المدى. في ناس كثير بتقول لك السكري مثلا ممكن يضرب الكليه بالمعنى العام او يضرب الشبكيه او يضرب الاعصاب، طبعا هي الاختلاطات المديده او البعيده الامد اللي هي اعتلال الاعصاب المحيطيه، اعتلال الكليه السكري واعتلال الشبكيه السكري، نحن ممكن ناخرها او نخفف من نسبتها بالضبط الجيد، الضبط الجيد هو اللي بنراقبه بما يسمى مخزون السكر او الخضاب الجلوكوزي. معظم الدراسات شافت انه اذا حافظنا على الخضاب السكري بحدود 7% طبعا هذا بياخذ وسط قيمه السكر خلال 3 شهور، اذا حافظنا على الخضاب السكري 7% نحن بنأخر جدا 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 الاختلاطات. طبعا مع ذلك لازم نحن نبدا بالكشف الدوري، يعني الطفل سواء بعد 5 سنوات من التشخيص او الكهل لازم سنويا نعمل وظيفه الكليه وسنويا نفحص قعر العين حتى نشوف الشبكيه، لازم نعطي الارشادات بالعنايه بالقدم بالقدم عند المريض لمشان ما نتعرض لتموت للاعصاب اللي ممكن يعمل لنا القدم السكريه. نعم. يعني لازم نبدا بفتره باكره بكشف ومعالجه هاي الاختلاطات. نعم دكتور، يمكن في كثير حالات هي يعني بتوصل لمراحل منيحه من الشفاء، صحيح في شفاء كامل للسكري؟ هلا هي السؤال متعرض له كثير من الاهل لحظه التشخيص. انه شخصنا داء سكري مثلا، انه انا بدي اعالج بالانسولين لايمتى؟ بشكل عام داء سكري نمط واحد هو مرض له لحظه تشخيص، بس هو مرض مستمر مدى الحياه. مدى الحياه في حالات نادره سجلت لما بيكون السكري شخص اول 6 شهور، في انماط معينه بنسميها نحن داء سكري عابر. بس ما هي القاعده؟ ونحن بنحاول دائما نشرح للاهل انه نتجاوز الشده النفسيه الناجمه عن تشخيص مرض مزمن، اي مرض مزمن في شده نفسيه خاصه عند اعلان التشخيص، انه نتجاوز هذا الموضوع، ما نحط بذهننا وذهن الطفل انه انا بدي اعالج اسبوع او اسبوعين شهر سنه، لا انا بدي اسس لنظام حياه، لنظام علاجي ملائم إلي مهما استمر المرض، والقاعده انه هذا المرض له لحظه تشخيص ويستمر مدى الحياه. دكتور خلينا نحكي شوي كمان على تاثيرات مرض السكري على الشباب، على المراه، هل ممكن بالمستقبل انه امكانيات الحمل او القدم السكريه ايضا؟ يمكن هي تساؤلات شائعه كثير بتنسالها. السكري المضبوط بشكل جيد ما بياثر على الحياه، سواء الحياه الاجتماعيه سواء على الدراسه مثلا، اذا خاصه شخصنا بيعمر باكر انه ياثر على الاداء المدرسي، لا اذا مضبوط بشكل جيد. مثل ما حكينا اذا مضبوط بشكل جيد نحن ما بنعود نفكر كثير او صارت بعيده جدا الاختلاطات، فالمراه ممكن تتزوج وتنجب اطفال مع طبعا ضبط السكر خلال الحمل حتى ما يتاثر الجنين، لانه ممكن الجنين طبعا ما بيجي معه سكري بس ممكن يتعرض لنقص سكر دم بالفتره التاليه للولاده. نعم. مثل ما حكينا لازم نبدا ناسس للعنايه سواء بالعين بالكليه بالقدم السكري بالعادات الصحية الجيدة، الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين مثل الكحول، كل هالأمور هاي بتعطينا مجال حياة تقريبا طبيعي وبتأخر قدر الإمكان الاختلاطات وبتسمح بحياة طبيعية تقريبا. نعم. دكتور خلينا هيك نعطي نصائح للإنسان السليم يلي ممكن هو يتعرض ما بعد الأربعين مثل ما ذكرت حضرتك للنمط الثاني. خلينا نحكي كيف لازم تكون حياتنا اليومية لحتى ما نوصل لعمر ويصير عنا النمط الثاني. من النمط الثاني القاعدة العامة هو ارتباطه بالبدانة، فنحن دائما لازم نحافظ على الرشاقة، طبعا نحافظ على الوزن الطبيعي الوزن المثالي، طبعا هذا الشيء باكر ما امكن، يعني البدانه حتى اذا بدات بالطفوله رح تعطينا صعوبه بالضبط لاحقا وبيتعرض الطفل للداء السكري نمط ثاني. هلا العادات الصحيه الغذائيه، الابتعاد عن الشحوم خاصه للاشخاص البدينين، طبعا موضوع تناول السكريات او عدم تناولها في كثير الاعتقاد العام انه بياكل سكر كثير رح يصير معه سكري، لا اذا ما عنده خلل بجسمه هذا الشيء مو صحيح، بس بياكل سكر كثير رح يتعرض للبدانه وبالتالي هاي البدانه ممكن تعرضه لداء السكري نمط ثاني، خاصه اذا في قصه عائليه ايجابيه، اذا عنده مثلا الاهل انه بعد ال40 سنه عم يصير معه سكري لازم يبدا بعمر باكر، الرياضه
بشكل مستمر، مو انه نوبات رياضه. خلينا نقول التغذيه الصحيه، تناول الخضروات، الفواكه، كل هالامور هي تقي او تؤخر قدر الامكان من تطور السكري النمطي الثاني، وخاصه البدانه. يمكن دكتور كمان هلا صار في ثقافه اكثر عند الناس اللي بدها تحافظ على شقتها، مثل ما قالت ليا بخففوا كميات السكر بالمشروبات اللي عم يشربوها مثل الشاي والقهوه. هل مشروب معين مثل الشاي الاخضر مثل ما يشاع انه كمان ممكن يخفف من الاصابه بمرض؟ في بعض مثل الشاي الاخضر مثلا ممكن بيزيد استقلاب الشحوم، فممكن يساعد بحرق الطاقه، صرف الطاقه خلينا نسميه. بس هي مثل ما حكينا نحن ما تكون يعني ما انه ياكل خلينا نقول كيلو حلو بعدين يشرب عصير دايت أخرى. يعني انه بيكون في ممارسه عامه او مستمره، ما تكون وقتيه يعني ينضبط. حتى مشروبات الغازيه اللي هلا كمان قد ايه كثير نحن ما بنشجع فيها بشكل عام، سواء اذا كانت قليله الحريرات او كثيره الحريرات، ما تكون ممارسه يوميه. خاصه هي ممكن فرصه باليوم العالمي للسكري نحكي عن دور المدارس، دور المدارس بالتثقيف طبعا وبالتوعيه. يعني ما لازم تكون هي ممارسه يوميه عند الطفل انه يشرب مشروبات غازية أو الكولا بغض النظر عن محتواها من الحريرات. أصلا هي بتعمل إدمان، يعني إدمان كلنا مرقنا صحيح بمراحل أنه المشروبات الغازية هي دائما يمكن بين إيدينا. دكتور يمكن المحافظة على الجسم السليم والصحيح لحتى نبتعد عن كل الأمراض هو الحل الوحيد. طبعا أكيد. نصيحة لكل يمكن المرضى يلي عم يحضروك، لكل مرضاك، يمكن شو هي أهم النصائح يلي بتوجه لهم يا والالتزام بالدواء ومتابعة الطبيب طبعاً. قديش كمان كتير مهم بدون الاجتهادات الشخصية؟ طبعا نحن كتير منركز خاصة إذا أخذنا مجالي عند الأطفال المصابين بالسكري على دور الأهل. الأهل لازم يكون عندهم صبر، لازم يكون عندهم مثل ما حكينا ما يعكسوا شدتهم النفسية الناجمة عن إصابة ابنهم على ابنهم. لازم نحن خاصة بمراحل المراهقة أو المراحل اليافعين نتفهم التبدلات اللي بتصير عند الطفل. يعني احيانا الطفل ممكن يلجا لتزوير تحاليل، الطفل مصاب بالسكري ممكن يصير يكسر الحميه هو بالمدرسه. لا، لما بنأسس لعلاقه ثقه بين الاهل، بين الطبيب وبين الطفل، بنتجنب كثير هالامور. ما ننظر ابدا للمراهق انه مذنب، لانه بيضل هي فتره العمريه لها خصوصيه. لازم انه طفل مريض بحاجة لمساعدة، ما هو مذنب أبدا. نلتزم قدر الإمكان بالعلاج بالأنسولين ونراقب الخضاب للسكري والأنسولين. بعد إذنك خلينا نحكي عن الأنسولين طبعاً. بس كلمة أخيرة تفضلي. يعني قديش الأنسولين عندهم حالة رعب بس تقول لهم أنسولين للعالم؟ هلا هي دي لحظة التشخيص طبعا، انه العلاج بدنا نعطي الأنسولين، صارت حالة شدة جدا كبيرة، صار في اتصالات بالأقارب انه لا تعطوا الأنسولين، هذا رح يضل عليك العمره. المشكلة هو رح يضل عليك العمره لأنه تشخص المرض مو لأنه بلشنا بالأنسولين. الأنسولين طبعا من اختراعه بال 22 أنقذ حياة الكثيرين من الأشخاص المصابين بالداء السكري. طبعا نسينا نقول انه السكري نمط واحد كل 2000 طفل مثلا تحت ال 15 سنه في عندنا طفل، فنسبه شيوعه كثير عاليه تعتبر. النمط 2 اشيع كثير بس بعد ال 40 سنه. وما بياثر الانسولين او بيكون في له اثار جانبيه ابدا؟ لا، الانسولين اذا اعطيها طبعا كاثار جانبيه بشكل عام هي الاثار الموضوعيه الناجمه عن الحقن فقط. فنحن هو يعطى تحت الجلد بالذراعين بالفخذين وبالبطن. نحن بنحاول نتجنب الحقن في نفس المكان يوميا. الحقن بنفس المكان بيؤدي لتليف واحيانا ضمور شحمي نحن بنسميه، فبيتاخر الامتصاص. اما تاثيرات جانبيه هو طبعا ما نو دواء. نحن بنفهم الاهل انه هي تعويض. نحن الطبيعي انه يكون عندنا انسولين، الطفل السكري او شخص السكري ما عنده انسولين، فنحن بنضطرين نعوض. فهو ما نو دواء عم نعطيه لشخص ما نو بحاجه. حتى في كثير من المرضى دكتور صاروا علمهم الاطباء مش فينا عليهم كيف يضربوا حالهم. طبعا نحن بعد العشر سنوات كثير بنشجع المساهمه الذاتيه، سواء بالمراقبه انه يصير طفل هو يراقب سكر الدم يوميا، او انه باخذ بنعلمه طريقه اعطاء والاماكن الاعطاء والاختلاطات الاعطاء. بعد العشر سنوات كثير بنعتمد على الطفل.
التثقيف والوعي بهذا الشأن قديش كمان كتير كتير مهم، وكتير مهم الاجتماعات بين أو اللقاءات بين الأهالي والأطفال والسكريين، بيستفيدوا من خبرات بعضهم كتير. هلا معظم دول العالم بتنظم هذا اللقاء، مثلا مثل اليوم العالمي للداء السكري، بيجتمعوا أهالي الأطفال المصابين مع الأطفال، بتوزع لهم بروشورات، بينعطوا ندوات محاضرات تثقيفية، بيستفيدوا من خبرات بعض. أحيانا في كتير أهالي أو أطفال بسن معين ممكن يتقبلوا الفكرة العلاجية أو النصيحة العلاجية من الأشخاص المماثلين لهم بالعمر أكثر من الطبيب، أكثر من الطبيب، خاصة بمرحلة المراهقة، مرحلة اليفع، أنه لا بصير تأثير الأقران عليهم أكثر. فلما زميله بيقول له أنا عم أتعالج هيك وأموري جيدة، بيسمع أكثر من لما بيعطوه الأهل، لأنه هو يصير عنده نوع من الاستقلالية، بياخذ كلام الأهل أنه لا ما بدي، ونفس الشيء بالنسبة لنصائح الطبيب. فدور التثقيف جيد، كثير جيد، وخاصة بالمجتمع وبالمدرسة. نعم دكتور، اليوم العالمي اللي طبعا مرضى السكري او لمرضى السكر، هل كان في يمكن مبادرات من وزارة الصحة لعمل مؤتمرات يمكن تبادل خبرات توعوية بين الاطباء او حتى توعوية ورشات عمل تدور على المدارس وعلى المراكز؟ هلا بوزارة الصحة في نشاطات، بس نحن بنتأمل تكون طبعا اكثر من هيك النشاطات. في كمان هذا الشيء مو بس على عاتق وزارة الصحة، في كثير جمعيات تعنى بالسكري، جمعية رعاية السكريين، جمعية رعاية الأطفال السكريين، حتى بالمدارس بهذا اليوم مثلا، سواء وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، أنه كثير نخصص مثلا ولو ربع ساعة حتى تعريف بأعراض المرض مشان نشخصه بسهولة، وتعريف بالمخاطر والاختلاطات. نعم دكتور أسد إبراهيم، شكرا كثير لحضرتك لكم. طولنا عليك اليوم بس كثير أكيد شكراً استفدنا. شكرا لكم، فرصة سعيدة كنا معكم. شكرا شكرا كثير لك. شكرا دكتور على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. وهلا ليا